داخل منطقة الجزاء يعدي والركنية. الحكم يقول الركنية تناقض بينه وضرب الجزاء. ضرب الجزاء، ما هذا؟ ما الذي جرى؟ ضرب الجزاء لنادي الهلال، انفجار في مدرجات استاد الملك فهد الدولي. الحكم الاوزبكي فلانتي كوفالينكو يعلن على ضرب الجزاء لنادي الهلال. هات الصورة لنتأكد من الكرة، الكرة هل خرجت برمتها أم لا؟ يبدو أن خميس سالمين التقط الكرة، الكرة هل خرجت برمتها؟ على كل الحكم فلانتين كوفالينكو يقر ضرب الجزاء لنادي الهلال. أفوى قاتلة من خميس سالمين. قانون التحكيم يقول لابد ان الكرة تخرج برمتها. هذه الكرة يبدو انها خرجت برمتها. على كل نترك الامور لجمال الشريف. الحقيقة الواقعة الان ادواردو بضرب جزاء. تسونامي جماهيري هلالي في الانتظار. نعم الكرة خرجت برمتها. الكرة خرجت برمتها. انتظار قرار الحكم جمال الشريف. ادواردو امامه ديدا احمد محمود. الكل بالخوف والرعب، مسؤولية كبيرة. ادواردو التركيز مطلوب، جماهير في الانتظار. نار 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 في هذا الانتظار وهذا المشوار. يتقدم ادواردو، ضاعت الكرة. اي 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 كرة ضايعة. وديدة ديدة، هو ديدة يتابع الكرة. جماهير الهلال في حالة غليان. فرصة التعادل راحت ولت وضاعت.